بأمر هارون عندما أمر الحراس والشرطة بالبحث عن الإمام فوجدوا قائما يصلي عند قبر جده رسول الله أقطعوا عليه صلاته ولم يدعوه يكمل الصلاة ثم قيدوا الأرجل والأيدي بالحديد وويلاه وغريبه ومظلومه ثم جاءوا به من المدينة إلى البصرة هكذا بهذه الطريقة مقيدا ثم أودع في سجن عيسى بن جعفر مدة مقفلا عليه السد لا يرى إلا للطهور وإدخال الطعام حتى بقي سنة كاملة داخل السد وبعد تلك المدة طلب عيسى بن جعفر من هارون أن ينقل الإمام إلى بغداد لأنه لم يرى من الإمام إلا العبادة وكثرة الدعاء فقبل هارون قول عيسى ونقل الإمام رحم الله من نادى وإماما يا تقول معصوم الناقة الناقة يا أبويا حنيت وعليك وحنت الناقة عليك وحنت الناقة أوهم ترجع يا أبويا وبعد نتلاقى أم ترجع يا أبويا وبعد نتلاقى يا نحب قعدة أبوي وذيك الأيام يا أبوي نحن على حضنا صغار وننام يا أبوي راح لأبو راح لأبو أبوي يا أبوي راح لأبو راح أوعافنا بدهار أيتام يا أبوي ثم نقل من سجن إلى عسيج من طامورة إلى طامورة ثم آخر المطاف في سجن السند بن شاهك وهذا السجان أشد عداوة على أهل البيت بويا 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 يا 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 بويا بويا غريب بلا عشيرة تفزع تسندم نايل غريب وبالسجن من قطع وشبدم ويظل الليل ظل الليل كله يعالج بوحده مسموم برطب ما حد فزع يمه ثم يوما من الايام طلب هارون ان يضيقوا على الامام داخل السجن وهو في طاموره تحت الارض فطلب يوما من الايام من السجان حاجه تقضى له يقول لطمه على وجهه رحم الله من نادى وغريبا يا عين يا عين الليل دمع غدران يا عين اللي الدمع غدايا يا عيان على البرسم قضوك بسم احلى ولي على البرسم قضى والجسم احلى يا اعلى بالرضا يشق
في القلب نيران يي وينوح المحيب والكون حزنا. والله مثل سنين يوسف بالسجن ما شاف الضيم موسى من سجنها طاح بيد واد ما يرحمون ويلي على الغريب الكاظم المس مقيد بالسلاسل وارمل بتون وانهشم عنا ما يحضر. يا الله يا الله ارفعوا يديكم للدعاء.